بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد إخواني أخواتي، شاهدت عليكم فيديو جديد لتجربة انبوكسين ومراجعة سماعات الرأس اللاسلكية الشهيرة التي اجتاحت العالم، سولو بيت برو. سنقوم الآن بتجربة انبوكسين لمعرفة محتويات العلبة. يوجد داخل العلبة كتيب تعليمات، سلك الشحن من نوع لايتنين، وستيكرز للوغو بيت كما يوجد في منتوجات أبل. ومحفظة لحماية السماعة، وبداخلها سماعات سولو برو. إذا كنت شخصا يحب الاستماع للموسيقى، سواء كنت في صالة ألعاب رياضية أو في رحلة طويلة أو مجرد استرخاء في المنزل، فإن سولو بيت برو يستحق بالتأكيد التفكير فيه. توفر سماعات الرأس هذه جودة صوت عالية وتناسبا مريحا وآمنا وتصميما أنيقا وعصريا. إحدى المميزات البارزة في سولو بيت برو هي قدرتها على إلغاء الضوضاء، سواء كنت في المدينة مزدحمة أو على متن طائرة. يمكن لسماعات الرأس هذه حجب الضوضاء الخلفية وتتيح لك انغماس الكامل في الموسيقى. تتمتع سولو بيت برو أيضا عمر بطارية طويل مع ما يصل إلى 22 ساعة من الاستخدام المتواصل بشحنة واحدة، وإذا نفدت طاقة البطارية فيمكنك شحنها بسرعة باستخدام سلك الشحن السريع المرفق في العلبة. ميزة أخرى رائعة في سولو بيت برو هي التنوع في استخدامها، سواء كنت تستخدمها مع الهاتف أو الكمبيوتر المحمول أو أي جهاز آخر، فإن سماعات الرأس هذه متوافقة مع جميع أجهزة البلوتوث الرئيسية. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك بسهولة إدارة الموسيقى والمكالمات الهاتفية دون الحاجة إلى الوصول إلى جهازك. أما بالنسبة لإيجابيات سولو برو، هو التصميم المريح للأذن، حيث أن السماعات مزودة بوسائل جلدية مبطنة تثبت على الرأس، كذلك جودة صوت ديناميكية عالية. أما بالنسبة للسلبيات، تعد سماعات الرأس سولو بيت برو باهظة الثمن نسبيا مقارنة بالخيارات الأخرى في السوق. بالإضافة إلى ذلك، الخامات البلاستيكية المستخدمة في السماعات قد تخلق مشكلة تتعلق بمتانة سولو بيت برو. خلاصة الأمر، توفر سماعات الرأس سولو بيت برو جودة صوت ممتازة مع تصميم مريح، ولكن قد تكون مشكلة الأسعار المرتفعة ومتانة التصنيع مصدر قلق للبعض. على هذا كل شيء على سماعات الرأس سولو بيت برو. لا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على زر لايك وجرس ليصلك كل جديد، وإلى لقاء آخر.